السلام عليكم موعد مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي القادم في دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة للمباراة تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على المنتخب البرتغالي في ربع النهائي وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي وسيواجه المغرب فرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم يوم الأربعاء القديم 14 ديسمبر 2022 على ملعب البيت في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر إن شاء الله ومن المرتقب يتم نقل هذه المباراة على قناة بيرن سبورتس ماكس الأولى بتعليق جواد بيدو